بنرحب بحضراتكم مرة تانية. لسه البيت الكبير مستمر. فقرتنا الحوارية دي معنا فيها واحد من نجوم النادي الأهلي في مركز حراسة المرمى، كابتن أحمد فوزي، طبعا حارس مرمى النادي الأهلي السابق. هنتكلم معاه النهاردة في ملفات كتير، يمكن أهمها المباراة المرتقبة مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله على الأهلي والسلام. دي الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. والتفكير النهاردة الجهاز الفني بقيادة موسيماني في منح راحة بعض اللعيبة بسبب تلاحم المباريات سواء مع الأهلي أو المنتخب الوطني، وحمدي فتحي خير مثال. يعني كمان هنتكلم عن مباراة المريخ، أكيد في دروس مستفادة، وانت حتى في شهر إبريل ده عندك كم من المباريات، فأكيد في دروس مستفادة لازم نستفيد منها من المباراة اللي عدت دي. في نهاية حديثنا النهاردة هنتكلم أكيد عن مسابقة الدوري، وبرحب بقى بالكابتن الكبير الكابتن أحمد. برحب بيك وكل سنة وانت طيب. الأول سلام بحضرتك بالصحة والسلامة والجمهور كله، رمضان كريم عليك وعلى الأمة الإسلامية والأمة العربية جميعا. يا رب يا رب. منورنا كابتن أحمد، ربنا يبارك في حضرتك. منورنا دايما حضرتك اللي منور الدنيا انت. ربنا يخليك. منورين الدنيا بحالنا. شكرا. أول ما سام كان في الانترو بتتكلم ان مباريات كتيرة وهزيت دماغك. هزيت دماغك وحسيت ان الموضوع فعلا مباريات كتيرة قوي للنادي الأهلي، مشاركات كمان اللعيبة على مستوى الدولي إذا كان منتخب أولمبيا أو منتخب أول، متلاحقة مباريات كتيرة جدا. على طول حاجة للسؤال اللي يمكن أول ما جه في دماغي لازم أسأله لك، محمد الشناوي هل من ضمن القايمة اللي ممكن الموسيماني يقول إن هو محتاج بريك شوية إنه يريح ودي فرصة مثلا لبعض اللعيبة؟ يعني عندنا طبعا علي لطفي مميز، مصطفى شوبير مميز، فدي بتيجي في حساب الجهاز الفني، ولا انت شايف ان مركز حراس المرمى لا مش مجهد لان الناس بتفتكر عشان ما بيجريش مش مجهد؟ وجهة نظرك ايه في النقطه دي يا كابتن؟ طيب بدايه طبعا اكيد حارس المرمى من ضمن السكواد او ال 11 لعيب اللي بيلعبوا، ناهيك ان التمرين يا كابتن بالنسبه للحراس اقوى ثلاث اربع مرات طبعا بالنسبه للعيبه. ممكن يكون الحارس 90 دقيقه ما بيكملش 3 كيلو في المجمل العام، اقل لعيب بيجري حوالي 7 كيلو و8 كيلو، ده اقل لعيب اللي هو ما عندوش اي حاجه، انما اقصى حارس مرمى ما بيجريش 3 كيلو، ده بالحسابات الدوليه. ولكن انت لما بتيجي تتكلم عن الحارس مرمى، التركيز بتاع حارس المرمى بيبقى شايل هم المباراه قبلها بيوم، ناهيك ان الشناوي كابتن الفرقه، القياده محتاجه تركيز لوحدها، فدي بتعلي التركيز، اكبر حمل موجود في الملعب على اللعيب في اي مكان بقى. لا انت كمان بتزيد، يعني انا طبعا بايد كلامك طبعًا. الاماكن اللي بيبقى فيها الغلطه بجول بالظبط بيبقى لازم اللعيب يبقى مركز مليون في الميه، يعني ممكن المهاجم شويه يا عادي ما مره يلوش مره يجيب بالظبط مش مشكله، لكن المدافع السيرد باك او الجول مش مستحمله يعني. اكيد بالظبط كده. فالحارس بيبقى عليه ضغوطات كبيره جدا. لو جيت تاني يوم بعد اي مباراه في الدنيا بتلاقي جسمك تقيل وتعبان وعضلاتك كلها ممكن ما تكونش عملت اي مجهود، ولكن الضغط العصبي والنفسي المجهود الذهني بيخلي عضلات اللاعب اصلها لوحدها قفشه، لازم يتدلك. دي جزء. الجزء الاهم، الشناوي بيلعب بقاله لو بصينا يمكن من السنه اللي فاتت، من اول ما ابتدينا من بعد الكورونا في شهر، اعتقد كان اول مباراه في شهر 10 لحد يومنا هذا الشناوي بيلعب، والتلاحم الموسمين مع بعض منتخب بيلعب ما بيريحش خالص. حتى الماتش الوحيد اللي ريحه كان وقف بتاع ماتش الاسماعيلي، تمام؟ فما خدش اي فتره من الراحه، منتخب راح ولعب المباراتين. حتى يمكن في الشوط الثاني من المباراه كابتن ايمن طاهر بيقول ان هو حس باجهاد فاثر ان هو يخرجه بره الملعب، ودي حاجه يعني ايجابيه بالنسبه للمنتخب، كفايه حمدي فتحي يعني. صحيح. المهم اكيد مباراه زي اللي جايه دي لازم نلاعب علي لطفي او مصطفى شوبير. لسببين لازم نلعب علي لطفي. لازم لسببين. اولا هي مباراه من وجهه نظري وديه بصوره رسميه، هو اول وانا تاني، وبنلعب من غير اي يعني ايه يعني ما فيش حوافز. الحافز الوحيد اللي عندي ان انا النادي الاهلي، ما ينفعش اخسر، ما ينفعش اتعادل. انما يعني كل ماتشاتي بخشها بكسب، سواء بقى بلعب بالفرقه ايه، بالفرقه بي، بالفرقه سي، انا في جميع الاحوال انا النادي الاهلي لازم اكسب. بس الضغوط مش عليا ان انا هترتب، مثلا لو كنا كسبنا المريخ
كان هيبقى في ضغوط على اللعيبه ان هي عايزه ترتب وتطلع اول عشان تقابل تاني مجموعه تانية، انما خلاص احنا الموضوع انتهى واحنا تاني المجموعه وهنقابل اول اي مجموعه من المجموعات التانية. عشان كده الراحه لازم تكون بحسابات لناس كتير جدا، معظم اللعيبه اللي ما خدتش بالها كتير. كهربا كان موقوف بقاله شهر، ليه ما ياخدش في ماتش زي ده؟ وليد سليمان موقوف بقاله مصاب بقاله فتره، ليه ما ياخدش ماتش زي ده تاهيل ولو ياخد 40 60 دقيقه بحيث ان رجله تبقى موجوده في الملعب. ده على ماتش سيمبا. في الناحيه الثانيه هنلعب بعدين النصر في الكاس، قبل النصر سوري هقول نقطه اضافيه وحضرتك تقول اللي انت عايزاه. ابتديت بعلي لطفي الماتش ده، ماتش النصر بتاع الكاس ادي مصطفى شوبير. لا بس اتفضل، هتدي مصطفى شوبير وبعديها بخمس ايام هتلعب النادي الاهلي، هل الفتره نادي الزمالك اسف طيب. لان هيبقى فتره يعني، لان انت لو مش هتلعب الشناوي مباراه سيمبا 9 وبعدين عندك 14 وبعدين عندك 18 طيب هتريح الشناوي 10 ايام وبعدين يخش على مباراه الزمالك، ولا انت من رايك ان ممكن ياخد مباراه النصر علشان يستعد بيها بعد 4 ايام لمباراه الزمالك، ولا حارس المرمى انت شايف؟ بص اتفضل من وجهه نظر يعني بداية الشناوي عايز يريح فترة، هدي نمرة واحد. نمرة اتنين مش ماتشين اللي هيفرقوا مع الشناوي تمام، يعني ده شيء أساسي، مش ماتشين اللي هيفرقوا مع الشناوي. نمرة تلاتة من يوم 9 ليوم 18 أو سي من يوم 4 اللي هو آخر مباراة هيلعبها ليوم 18 14 يوم تحديدا هو مش هيريح، هو هيتمرن كل يوم، هيتمرن كل يوم ولكن هيريح من ضغط المباريات. وفي نفس الوقت ندي فرصة لعلي يلعب مباراة كاملة 90 دقيقة لأنه بقاله كتير ما لعبش. آخر ماتش أعتقد كان الماتش اللي هو اللي توقف فيه محمد الشناوي، وقبليه كان كان ماتش المقاولين اللي اتلعب 3-2 أعتقد، وقبليه كان ماتش الوداد عندنا هنا في البطولة السابقة لما نزل الشوط الثاني تمام. مصطفى آخر ماتش لعبه الكاس 2-1 ترسانة 2-1 من حوالي مثلا من كتير تمام. فلازم الحراس يبقوا اب تو ديت ولازم يكون رجلهم موجوده في الملعب على طول. الله اعلم اللي ربنا يحفظ الشناوي يا رب يقعد 17 سنه يلعب على طول ماشي، انما لازم الحراس تكون موجوده في الملعب، رجليها تكون موجوده في الملعب. فرصه ماتش سيمبا وماتش النصر انه الحراس سيمبا تحديدا يا كابتن احمد، في سيمبا تحديدا انت بتتكلم ما بين يعني ما بين تفكيرين. انت النهارده عندك يعني بعض اللعيبه لازم تاخد فرصه زي ما حضرتك اتكلمت، وفي نفس الوقت لازم تثقر يعني امام سيمبا. انت النهارده يعني اتغلبت من هذا المنافس، وكانت التغلب عليك او انه يغلبك دي كانت خارج التوقعات شويه، فلازم ان انت النهارده لا في بعض الحسابات افتكر يعني هنا عايز اخد رايك في تفكير موسيماني في تفكير موسيماني ازاي بيفكر ما بين الحاجتين دول. طيب اكيد في تفكير موسيماني مفيش ثقه، دي نمره واحد عشان هي مباراه تحصيل حاصل، انا دي وجهه نظري. نمره اتنين وده الاهم، احنا المباراه دي مش فارقه قوي. نمره تلاته في اول حديثي حضرتك انا قلت حاجه مهمه قوي، انا النادي الاهلي بجروب ايه بجروب بي، اي فرقه تلعب اي 11 يلبسوا تيشرت النادي الاهلي مطالبين ان هم يكسبوا. التعادل والهزيمه مش في قاموسنا، ولما بتحصل بتبقى حاجه استثنائيه. يعني مباراه المريخ دي كذبه ابريل بتاعت النادي الاهلي، فعلا هي كذبه ابريل بالنسبه لي. النادي الاهلي عمره ما هيكون ال 45 دقيقه الاولانيه بهذا السوء مره ثانيه. اخر مره شفتها كانت في مباراه سان داونز بتاع الكارثه الحقيقيه بتاعت 5 دي وسيمبا مباراه سيمبا شويه، بس سيمبا يا كابتن برضو الشوط الاولاني برضو كنا وحشين، الشوط الاولاني كنا وحشين بس مش بدرجه مباراه المريخ. فعشان كده هو عامه بنلعب الساعه 3، لازم نشوف ظروف الموضوع الساعه 3 ده لازم، ده هناك في اي دوله بيلعبوا فيها افريقيه واكلين داتوره. لازم ارجع اقول لحضرتك تاني ان الاهلي مش قصه صقر، لان الثأر ده احنا مش بنلعب نوك اوت، مش بنلعب ماتش رايح وماتش جاي. فانا لازم اكسب، لا عادي يعني المباراه هتبقى سهله، بس انا كنادي اهلي لابد عليا ان انا افكر في المكسب سواء باي حد يلعب. وانا مش معنى اقول ان الناس الاحتياط او مش اللي ما بتشاركش كتير انها تلعب، ده مش معناه ان انا متنازل عن الثلاثه او هم دون المستوى خالص، بالعكس اللي موجودين بره
الفرق بره ال 22 زيهم زي الناس اللي بتلعب. وساعات يا كابتن احمد بيكون في حوافز اكبر راجع يعني بلغه الكوره جعان كده عن الماتشات وجعان كوره عنده مخزون بدني اكتر. تفتكر من ضمن العناصر انت اتكلمت على كهربا اتكلمت على ناصر ماهر على وليد سليمان قفشه محتاج نفس الراحه اللي اتكلمت بيها للشناوي طبعا ومين تاني يعني قول لي كده بعض الاسماء اللي انت الناس اللي بتلعب فتره كبيره محمد هاني محمد هاني بديله مين على طول على طول يلعب بكم دلوقتي يعني او يعني عندنا مشكله في ناحيه الشمال ما انت ما لو علي محمود صح ده لازم هيلعب يا ايمن يريح ايمن اعتقد برضه محتاج يريح يا بكم هيلعب محمد هاني هيلعب ما اقدرش اقول ممكن يلعب اكرم توفيق باك رايت يعني هيبقى في لخبطه كبيره بس ممكن تحصل مش هو لعبها ولا هو لعبها قبل كده يعني. الناحيه الثانيه ياسر ابراهيم ما اعتقدش انه ممكن يريح قوي البدر بنون هيلعب لانه برضه كان رايح من المنتخب السوليه لازم يريح وجهه نظر يعني قفشه لازم يريح اعتقد بعد كده كل الناس فايقه كله بقى لا كله حصل روتيشن الثلاثي الامامي غالبا بيحصل روتيشن وكل الناس بتلعب فما فيش مشكله ان اي ثلاثه يبتدوا انما الخمسه دول شناوي هاني ايمن والسوليه ودول اعتقد لازم اكتر ناس تريح الاربعه هنا كابتن احمد اخدك لفكره اللي كان بيتكلم فيها استاذ جمال الزهيري قبل ما ندخل مع حضرتك انه الفكره مش في النجم او مش النجوم كلهم لازم يكونوا على نفس المستوى انت بتفكر على قد المباراه محتاجه منك ايه الفكره ان انت ايه اللي محتاجه من المباراه فبتبتدي توظف النجم اللي هيكون في هذه المباراه علشان كده جاءت فكره مثلا ان انت تريح قفشه في المباراه اللي جايه اكيد اكيد طيب هقول لحضرتك حاجه في الاول وفي الاخر انا بدور على مرحله مشيها او البطوله افريقيا دي مراحل انا خلاص المرحله دي صنفت نفسي تاني ومش عايز حاجه تاني المباراه انا رايحها بضغوط اقل من اي مباريات يعني يمكن اكبر ضغوط قابلناها كانت مباراه فيتا كلوب هناك تمام المباراه دي ضغوطها اقل حوافزها اقل حوافز بس في ان انت النادي الاهلي وعايز تكسب طبعا بس انما ولا هتغير في الترتيب ولا هتغير في الفرق اللي انت هتلعبها لان لسه كده كده 30 ابريل القرعه هتحصل فانا ليه اضغط لعيبتي اللي اصلا مهلكه ومضغوطه بان انا لاعب الناس اللي رجلها في الملعب وبعد كده كده التشكيل ممكن يغيره الراجل ده لعب 4 4 2 صريحه فلات. في فيتا كلوب فلات لعب 4 2 3 1 لعب 3 4 3 في ماتشات كتير في الدوري لما لعب 4 3 3 ولعب 4 3 3 فعنده ابيليت اللعيبه اصلا اللعيبه بتديله فاريشن كبيره جدا في الاختيار فيقدر يختار السكواد اللي هو عايزه بالطريقه اللي هو عايزها على حسب الماتش فاعتقد ان ده متواجد مع من اللعيبه ومتواجد في دماغ الجهاز الفني ودي حاجه يعني مميزه فرقه النادي الاهلي في الوقت زي ما انت بتقول يا كابتن احمد يمكن هو تقريبا موسيماني والجهاز الفني قفلوا صفحه التاهل وبداوا كمان النهارده موسيماني بيقول للجهاز الفني او معاونيه ابداوا حضروا لي السكاوتنج والمباريات بتاعه المنافس المقبل اذا كان ممكن يكون صن داونز الترجي الوداد شايف دور الثمانيه ازاي والمنافس المحتمل ايه و فرص كمان فرص انت بتتكلم على فرص ان شاء الله فرص النادي الاهلي دايما ان هو البطوله والمباراه النهائيه لكن مين من الثلاث فرق دول يكون فيها شويه قلق طيب الناس كلها بتتمنى ان معظم السوشيال ميديا بتتمنى ان احنا نقابل الترجي ودي حاجه غريبه حتى جدا حتى معظم ضيوفنا بالمناسبه يعني انا كمان مستغرب من نقطه واحد الناس تقول لك انا عايز اخد بطاري انا خدت من طاري من سان داونز خدت طاري من الوداد ناقص ماتش الترجي بتاع 2018 ايوه طيب النقطه الثانيه هتقول لك هو اقل فرقه في من صن داونز ومن الوداد طيب انا هقول لحضرتك بقى حاجه انا ما اتمناش تمام اقابل الترجي تماما مش عايز انا عايز العب الترجي وفي فار والفار في قبل النهائي والنهائي انما من غير فار بتحصل حاجات صعبه خصوصا في تونس تونس بتكسب يعني خصوص الترجي في تونس ليه ماتشات من ايام انرامو يعني انرامو ده طلعنا من قبل النهائي قبل كده وما كانش فيه فار انرامو دي معروفه جدا بعد كده كسروا الفار المهم مش عايزين يعني مش فات. على المستوى الفني بتتكلم على مستوى التحكيم على مستوى الضغوطات لكن على الشكل الفني النقطه الثانيه على مستوى اللعب فرقه الترجي احنا ممكن نكون حظنا عليها عالي في رادس
وممكن نكون في مجمل المقابلات احنا اكثر مكسب. بس خلي بالك زي ما انت ليك طار عندهم هما برضو مستنيين لك. طب وليه انا عن نفسي عايز اجل مباراه الترجي دي قبل النهائي والنهائي والله فعلا. انما اقابل الوداد واقابل صن داونز هتقول لي صن داونز اقول لك احنا بنعرف نكسب فرق جنوب افريقيا والماتش اللي كسبوه ده كان ماتش يعني مش هتكرر تاني مش هتكرر تاني ان شاء الله صحيح. انما لو جيت تدور على جميع ماتشاتنا مع جنوب مع فرق جنوب افريقيا احنا بيبقى لينا اليد العليا. 2001 النهائي واخدينه من كايزر تشيفز، صن داونز دي لعبناها في نهائي 2001 بتاع السوبر، اعتقد ايه تاني السنه اللي بس فاتت بس مش اختلفت صن داونز كمان. الناس بتتكلم السنه اللي فاتت كان شكل والسنه دي شكل مختلف من خلال طبعا دور المجموعات اللي انا في رايي كمان ما بيدلش بشكل خالص. كبير ما بيكونش مسطره لدور الثمانيه خالص يا كابتن خالص، لان دوري المجموعات دور المجموعات انت ما بتقابل مش كل الفرق اللي بتقابلها قويه، مش كل الفرق اللي انت بتقابلها قويه، انما في دور الثمانيه انت بتقابل احسن فعل احسن ثمان فرق في طبعا في عشان كده كابتن احمد مهم جدا جدا ان انت تختمها باداء عالي، لان كل الفرق اللي انت متوقع تقابلها في دور الثمانيه عينيها عليك وبتراقب ادائك. ف لا لا مش عارف لا 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 ليه اسمعي بس كده هسمع. لا يعني المباراه اللي جايه دي انت بتقولي لازم نختمها كويس. انا لا مش باداء عالي. انا زي ما قلت لحضرتك الماتش اللي فات ده كدبه تبرير ومش هيتكرر تاني ماشي، انما الماتش اللي جاي هيبقى فيه لعب كوره حضرتك مفيش الكوره هتبقى احلى لما ما بيبقاش فيه ضغوط كبيره على اللعيب لعب الكوره بيبقى احلى، انما برضو مش هتديكي مرايه مش هتديكي مرور للمباراه اللي جايه. ليه؟ لان انت برضو مريحه لعيبه كتير عندك في الفرقه، فانت برضو ده ايه زريح لا إذا اعتقد انه يريح يعني اي مدرب عاقل هيريح في المباراه القادمه ده اكيد يعني. فمش هتفرق معايا قوي ان انا بكون في احسن حالاتي ومش ده الميرور بتاعي. يمكن الفرق الثانيه حتى برضو انت الترجي ممكن ما يلعبش بكامل السكواد بتاعه في المباراه القادمه، الوداد مريح لعيبه في المباراه القادمه مع انه عايز لازم يتعادل على الاقل عشان يطلع اول مجموعه، فرقه صن داونز مريحه ناس كتير لانها ضمنت ان هي تصعد، فانت في ناس كتير مريحين ده طبيعي ان انا اريح مباراه زي دي، لان كمان ايه ده انا هلعب 9 ابريل مباراة قادمه في 12/5 وانا لسه كل فرقه من دول عندها مباريات في الدوري بتاعها، فبرضه في ضغوط على كل الفرق. اعتقد دي الفرصه الوحيده اللي ممكن فيها موسيماني يريح اللعيبه عند اجهاد أكيد. يعني اعتقد ال 10 ايام دول هو الفرصه يمكن الاقرب لموسيماني. عندنا مشوار طويل في الدوري وعندنا بطوله افريقيا والسوبر يوم 28/5 يا كابتن. ده كمان انت المنتخب ملحوم لحد شهر 10 لحد 15 عمركم يا كابتن ما تعرضتوا للضغوطات ديت قبل كده؟ كم المباريات وتلاحمها؟ لا بس لا مش زي الجيل ده، مش زي الجيل لا يمكن لا لا هقول لحضرتك حاجه. اخر حاجه كانت يمكن سنه الثوره 2011 كان منها لحد مثلا شهر 10 و2012 اتلغت بدري، 2013 اتاخرنا في البدايه وبرضه قعدنا لحد حوالي مثلا 2000 لحد شهر 8، انما هتوصل لحد شهر 11 دي ما حصلتش قبل كده. كل يوم في البيت الكبير نفضل نقول موسيماني عقد جلسه مع اللعيبه، موسيماني جلس مع عدد من اللعيبه. انا افتكر انه الجلسات ديت من النوع ده بتكون جلسات خاصه بعد ماتش المريخ ده بتكون جلسات تصحيح، يعني جلسات تصحيح مع لعيبه. والنهارده يمكن شفنا موسيماني عمل ده مع اكتر من لاعب وعلى مستوى الدفاع تحديدا. تمام. الجلسات ديت من وجهه نظر حضرتك وكنت اقرب لده في يوم من الايام بتفيد قد ايه اللاعب؟ لما ابقى حريصه جدا على اني اقعد مع لاعب ويبقى بتكلم مني له في تصحيح الاخطاء ومنها استفاده يعني او دروس مستفاده. اكيد في اي نادي كبير اول حاجه بتحصل بعد اي ماتش الفيديو، ويتفرج على المباراه يشوف اخطائه وبيقطعها له وبيجهزها وبيوريه يعني ايه اللي هو كان بيعمله في الملعب واخطائه جت ازاي. عشان ايه؟ عشان لما ارد عليك بالكلام انت تعرف تتقبل مني الكلام. ما انا ممكن اقول لك انت غلطت في 1 2 3 بس انت ما تشوفش وانت مش مقتنع باخطائك، فمهما انا صححت يبقى اللي شاهد عليك الفيديو بالظبط اللي شاهد عليك نفسه نفسك. انت شفت انت عملت اتحركت ازاي والكره في الحته الفلانيه انت كنت المفروض تغطي ازاي وهكذا. فالجلسات دي ممكن في الاول تبقى فيديو، بعد الفيديو تبقى جلسات وديه، ممكن تبقى جلسات منفرده، ممكن تبقى جلسات خط بتحصل. واحد يعني فممكن تبقى خطين مع بعض على حسب التناغم ما بين الفرقه وبعضها. ده طبيعي ان كل يوم موسيماني يقعد مع حد وكل يوم يتكلم مع لاعب واثنين وثلاثه في خط واحد او في خطوط متفرقه، فهي مش حاجه جديده، ولكن يعني دي من اهم اصول شغله اللي هو بيعمله دلوقتي. مش هو اكيد كابتن هاني ادرى مني بالموضوع دون. انا عليا ان انا كل واحد اكلمه منفردا
وفي الاخر اجمع التيم كله واكلمهم كلهم مع بعض بتحركات معينه في اوقات معينه. ده لما انما في الاول كل واحد لما يعرف دوره ويعرف خطأه يرجع يصلحه في الملعب، فاللي جنبه يصلح خطأه فاللي جنبه يصلح خطأه. هي عملية سلسلة متكاملة بتتكلم انت مع خطوطه، وفي بعض الأحيان بيبقى الميتنج دوت بيبقى مع خطين مثلا بالزبط. الربط ما بين مثلا خط النص وخط خط الهجوم أو خط بيبقى الهجوم. قاعدة مثلا مع السبعة تمانية بيبقى في خط الظهر كله مع خط النص، كل دي أمور فنية من خلال الديفول اللي بيشوفه موسيماني. وساعات ما كمان خلي بالك على أساس كمان خلي بالك ما بتبقاش سلبيات بس، هو كمان بيبقى جميل. جزء بيشوف، وده اعتقد بيبقى سريعا جدا وبيتطبق في الملعب، يعني بيشوف الاخطاء ايه اللي حصلت ويبدا يصلح ده في الملعب من خلال التمرين. لكن الجزء المهم كمان البوزيتيف، انت بتوريه له كمان للعيبه اللقطه اللي انت عملتها في الماتش، اللقطه الايجابيه الايجابيه عملت ده انت عملت 1 2 3 بشكل، يعني العمليه دي ده زي ما انت بتقول هي ده من اهداف او من شغل الجهاز الفني، وده أكيد. على مدار الموسم أكيد. يعني بيستمر مش بشكل، مش قاعده بتبقى يوم او اثنين او ثلاثه، لا ده تبقى كل يوم بيبقى على في قاعده على طول. ده امبارح بس اللي فصلهم الراحه ديت، اول امبارح جلسه تقريبا ابتدت 20 دقيقه. ما هو لحضرتك في اي وقت في السنه هيقعد مع اي لعيب منفصل، وممكن يقعد معاهم كلهم، يقعد مع خطوط زي ما قلنا، يعني شغلته الرئيسيه ان هو يتفرج ويفرج. طبعا عايز اسالك سؤال ليك انت، يعني انا من خلال كلامك هو لسه موجود لغايه دلوقتي، مش هقول عقده شمال افريقيا، لكن الحساسيه في انك تقابل فرق من شمال افريقيا. ناس كتير على السوشيال ميديا بتتمنى لا نقابل سان داونز، لان سان داونز ممكن نلعب كره احسن. هل لغايه دلوقتي الجيل دوت بالخبرات الكبيره بالبطولات الكبيره بان انت كسبت في تونس وكسبت في المغرب وكسبت في الجزائر، هل ما زالت ان هو في شويه شعور بان مباريات الشمال الافريقي دي مباريات صعبه على مستوى الانديه اطلاقا على مستوى الانديه، انه على مستوى المنتخبات ممكن لسه على مستوى المنتخبات اعتقد يعني انما على مستوى الانديه اطلاقا يمكن احنا اللي بالنسبه لهم عقده في الانديه دلوقتي. الاهلي والزمالك، يعني حتى الزمالك لسه كسبان بالظبط المولوديه في الجزائر. اعتقد ان احنا دلوقتي احنا اللي بالنسبه لهم عقده، الانديه المصريه عامله عقده لانديه شمال افريقيا وليس العكس، انما على مستوى المنتخبات اعتقد بس ان انا اتقي فرقه زي الترجي اللي في ما تقابل اي حد غير، يعني ممكن تخبط على دول مالها كابتن كده كده ممكن تقابله يعني ماشي. بس انا عايز اقول ايه، انا مش عايز اقابل الترجي في دور الثمانيه، انا الفار عامل لي مشكله مع الترجي. هي انت مشكلتك في الفار بس انا في اعتقادي ان النادي الاهلي قابل اي حد في دور الثمانيه برضو. انا ده يعني من الاخر كده انا مع حضرتك تماما، بس لو بنلعب كوره بس لو ما فيش اي مؤثرات تدخلت ثانيه بعيده عن كره القدم مش عايز اروح تونس. انما لو مؤثرات لو داخل الملعب بس احذروا ولا تخافوا. ايوه بالظبط كده، هو ده الفكره. كمان في انه مستر موسيماني عمل يعني حقق بطولات او انجازات مع النادي الاهلي وقريبه جدا وكل الجماهير قعدت تهتف وتشجع وواقفه بجانب موسيماني بشكل كبير جدا. تمام. النهارده بنشوف حاله التربص اللي بيعاني منها اكيد الجهاز الفني الحالي وبعض من اللعيبه او لاعبتنا تقريبا معظمها. فانا عايزه اتكلم في النقطه ديت، الى اي مدى ممكن تاثر على جهاز فني زي موسيماني واحنا بنتكلم عن انه النادي الاهلي غير اي نادي بمشجعينه ببطولاته بانجازاته، هو البطل. فاكيد بيتاثر الجهاز بشكل او باخر أكيد. ولا ازاي ممكن موسيماني بيتعامل معاها مع النادي الاهلي؟ دي حاله خاصه. طيب مفيش شك ان موسيماني تحت ضغط وجهازه تحت ضغط ولاعيبته تحت ضغط، وخلينا نقول ان اختلفت يعني التشجيع اختلف تماما جدا بين المدرجات والجرايد وبقى على التليفون وبقى على التليفون والسوشيال ميديا في اي حته. زمان كنت عشان تسمع الرد تستني تاني يا اما في المدرج يا اما تستني تاني يوم الجرايد المنشور في الجرايد هيكون ايه صح او الاذاعه، انما دلوقتي بتطلعي بعد المباراه انت عارفه كل اللي بيتقال في ظهرك، مين اتمجد فيه ومين انتقد. ده لو ما تابعتش بيتبعت لك. ايوه بالظبط. يعني زمايلك بيعملوا لو انت ما تابعتش بيتبعت. دي حقيقه دي حقيقه. طيب مشكله كبيره، مشكله كبيره ان اللعيبه اصلا بقت لعيبه سوشيال ميديا او هي اصلا خارجه من الاطار بتاع السوشيال ميديا، يعني اللي ما عندوش من 2007 2008 ابتدى يعمله في 2014 2015، فانت برضو بتتكلمي في 7 8 سنين اقل حاجه. ودلوقتي اهتمامهم الاول والاخير
زمان كنا زي ما بقول لحضرتك بنسمع يا اما جرايد يا اما اخر الاسبوع اخر الاسبوع مثلا مع مش عارف مين اي حد يعني كمل وانا ليا نقطه انا اتناقش معاك تمام فطبعا السوشيال ميديا بقت تاثيرها قوي جدا 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 على الاجهزه الفنيه وعلى اللعيبه اكتر. النقد اللي اللعيب بيسمعه واحد واثنين وثلاثه واربعه بيقولوه في وقت واحد على لعيب واحد يهمت بلد. ايوه ولكي من غير ما اذكر اسامي يعني في اثنين لعيبه في النادي الاهلي متشرحين. يا عم انقد زي ما انت عايز بس من غير غلط. انقد زي ما انت عايز. اللعيب بيشوف كل الكلام اللي بيتقال عليه. طب عايز اقف عند ديت واتكلم عليها. اللعيب بيشوف كل اللي بيتقال وبيقف عنده. مش من البروفيشنال وايز ان لازم يكون ده بيجي من خلال الايجنت من خلال اللعيب نفسه من خلال الناس اللي بتحبه انه يقفل الكلام ده وما يبصش. مش ده المفروض يتعمل. مش هقول هنرجع بقى للكوره القديمه وان المدير الفني ايام الكابتن محمود الجوهري يمكن ما كانش معانا تليفونات يعني ساعتها لكن قافل عليك بشكل مباشر خوفا على الانتقادات علشان ممكن يكون مستوى المنتخب مختلف على مستوى النادي لان النادي ده كل يوم. انت يعني انت مع اللعيب اللي هو يبقى متابع السوشيال ميديا متاثر بالسوشيال ميديا ولا من المفروض ومن الطبيعي ان اللعيب البروفيشنال اللي وصل لمرتبه عاليه يكون الايجنت بتاعه او في واحد مسؤول عن السوشيال ميديا وانه يبعد تماما ويبقى تركيزه في الملعب تركيزه مع فرقته تركيزه مع مدربه ويبقى موضوع السوشيال ميديا دوت حاجه يعني ماركتنج ليه ما مش اكتر من كده يعني. انا هبقى انا اللي اسال حضرتك كم واحد بيعمل الكلام ده. ايوه المفروض. هي بقى الفكره في كده الفكره لا كابتن الفكره ان انتوا على ايامكم يا كابتن هاني لا مفيش حاجه زي ايامنا. هقول لك بس انا بس عشان تفهم السؤال احسن. انا ما بقولش على ايامنا كان احسن مش احسن إيه؟ واوحش الفكره ما انا كنت مع منتخب مصر وكان في انتقادات كبيره جدا جدا وانا عضو في منتخب لا لسه مع اجيري لا انا بتكلم وكان فيها سوشيال ميديا وفيها 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 علشان الواحد يخرج من الجزئيه دي كان بقدر الامكان ما اقولكش 100% ان انا هقطع وبتاع لا 90% ان انا ببعد عن الجزئيه دي عشان اركز مع الفرقه اكتر عشان اركز مع المضمون اكتر لان انا لو وداني للسوشيال ميديا انت اصل السوشيال ميديا فيها الكويس والوحش. كابتن هاني من اجري لدلوقتي الدنيا برضو اتغيرت. زمان انت اللي ممكن كنت تختار هقول لك ده بتتكلم سنتين لا ماشي بس برضو الدنيا النهارده اختلفت تماما. وسائل السوشيال ميديا مش انت اللي بتختارها هي اللي بتختارك. انتوا بتختاروا تقروا الجرنان او تقفلوا وتقفله. لا انا مش دلوقتي معاكي. السوشيال ميديا هي اللي بتختارك مش انت اللي بتختارك غصب عنك بتجيلك. عايزين نسمع ردك. انا ليه وجهه نظر غصب عنك بتاثر بتجيلك. انا ليه وجهه نظر واتفضل كابتن احمد. يمكن قالت نقطه مهمه ان لو انت حتى ما تابعتش زمايلك بيصوروا وبعتوه بتجيلك يا كابتن بتجيلك. انما اللعيب الذكي المفروض يبقى في النادي الاهلي الكواليتي بتاعه انه لما يسمع نقد ياخد النقد اللي هينفعه ويرمي الباقي لان مش جمهور يعني مع احترامي لاحد مش اي واحد في الجمهور اللي هيقيمه اللي بيقيمه المدير الفني بتاعه ولجنه الكره المسؤوله عنه. انت ما تعرفش كمان اللي بيقيمك ده يعني ينتمي لناديك ولا لا. والاهم من كده ان دلوقتي في على السوشيال ميديا في جروبات في صح عشان كده من سنه لسنه بتفرق. مش موضوع ان مش حكايه دي لبنان جميله مش حكايه انه جاري ما بينه وما بين الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي فتره قريبه. كل سنه عن سنه ضغوطات وسائل السوشيال ميديا والموضوع إحنا بيزيد. احنا الراجل بروفيشنال يعني احنا بنتكلم على ضغوط وبنتكلم على بروفيشنال ملهاش علاقه بايجنسي ملهاش علاقه بنتكلم على ايجنت ملهاش علاقه. انت برده مش فاهم السؤال اللي عنده ايجنت هو اللي يكتب له على السوشيال ميديا وهو اللي يقرا عنه كل اللي بيتكتب وبعدين يوصله الكلام بطريقه كويسه. مش هو اللعيب اللي يفتح ويبص ويشوف. لا والنبي بيجي له والله بيجي له بيجي له لحد عنده. مش فاهم السؤال اصلا. الطبيعي ان انت كبروفيشنال انك ما بقولكيش مش هيمسك التليفون وما يتابعش لكن في فتره معينه فتره مر بيها مروان محسن على سبيل المثال الطبيعي ان انا اقفل الفيسبوك ده انا اقفل التليفون خالص صح ولا لا؟ اقفل التليفون اللي هو بتاع زمان الصغير ده. اسالك سؤال تفتكر مروان عمل كده؟ انا بقول ده اللي المفروض يتعمل. ده لمصلحته هو ده المفروض يتعمل. ده اللي هو لو هو عمله كده هيشيل الضغوط من عليه بدري وحتى لو ما يوصل له حد يقول له اصل مروان اتكتب عليك كذا يا عم طنش مش عايز اسمع يا عم طنش بالظبط. لا انا دايما اعمل كده وهشتغل اكتر. انا بتكلم على جزئيه. انا بتكلم على جزئيه. انا بقول للكابتن هاني هل انت كام لعيب عنده الدماغ دي
كام لعيب بعيد عن أيوة السوشيال ميديا أيوة قليلين ودي قليلين ما هو دي بقى هقول لحضرتك حاجه يعني يا جماعه انا بتكلم محمد صلاح محمد صلاح انت بتشوف على السوشيال ميديا يعني قليل يعني قليل بيتابع لكن الحاجات الايجابيه بتطلع انا بتكلم على ليفل المفروض ان اللعيبه بتاعتنا توصل لهذا الليفل في ناس معينه بتبقى بتشتغل اللي طبيعي. وصل محمد صلاح لهذه المكانه انه دخل نفسه في الليفل ده وانت عليك لعيب محترف انت بتلعب في النادي الاهلي بتلعب في نادي كبير انك ممكن تدخل نفسك في الليفل ده عندك ايجنت محترم حتى لو ما عندكش يبقى عندك العقليه انك تتصرف بالكلام دوت يعني هو ده وجهه نظري قلت لحضرتك في الاول صح. العقليه هي اللي تفرق الطبيعي ان انا مهما يتكتب عني وحتى شفته او ما شفتوش اخد الحاجات اللي بتاثر فيها بالايجاب والنقد ده هاخد برضو اللي هينفعني وبرضو مش هيبقى هو الكلام الرئيسي لان الكلام الرئيسي في الاول وفي الاخر للمدير الفني وللجهاز الفني فهي الموضوع العقليه انت عقليتك وصلتك لحد فين وهتوصلك لحد فين هتسمع ما احنا كنا بنسمع شتمتنا في المدرجات وبنشوف اللي بيشتمنا يا كابتن وما بيتكلمش يعني ما فيش اسهل من كده صحيح. ولكن الجيل ده اتغير والطريقه بتاعت التعامل اتغيرت عشان كده لازم عقليه اللاعب تبقى تتجدد خلاص انا هسمع كويس ده كويس ان ما فيش حد بيشتمني في وشي دي اسهل بكتير يا كابتن يعني لما الجمهور في الملعب كله يبتدي يسب تبقى حاجه وحشه جدا لا ما هيبقى في الجمهور هيبقى الجمهور اللي في المدرج ده هيعملها مره واحده انت على السوشيال ميديا في ناس ممكن تتربص لك مدفوع ليهم علشان يعملوا كده وده ممكن يستمر الجمع بصوت واحد احسن ما واحد يكتب في كل حته مقال وتجيلي عن طريق ناس معينه فمش مشكله انما لما يبقى صوت واحد هي دي الضغوط بقى هي دي ضغوط تيشرت النادي الاهلي ان انا لازم استحملها سواء في الملعب او بره الملعب او على السوشيال ميديا وثقتي بنفسي ما هو اصل حضرتك في لعيبه كتير جدا كتير كبيره جدا بتيجي النادي الاهلي ما بتستحملش الضغط بتاع التيشرت بتاع النادي الاهلي انه في عز الضغوطات دي كلها ومفروض عليه لما ينزل الملعب بيركز في ال 90 دقيقه بتوعه بس ملوش دعوه بكل اللي حصل قبل كده واللي هيحصل بعد كده هو بيركز في ال 90 دقيقه عشان يقدر يكسب عشان يبص للي بعديه وهكذا مش اي حد بيتحمل ضغوط النادي الاهلي ودي لعيبه قليله جدا والفكر ده مش مع كل اللعيبه اكيد حضرتك صح. عارف اكيد طيب اللعيبة. على مستوى نخرج من النادي الاهلي هناخد طبعا منتخب مصر تابعت ازاي كمان مشوار منتخب مصر في تصفيات امم افريقيا ووصلنا الحمد لله للكاميرون واستعداداتنا بقى لمعمعه كبيره لتصفيات كاس العالم معانا انغولا وليبيا والجابون شايف المشوار ازاي يا كابتن اولا انا شايف ان الناس ضغطه قوي 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 على كابتن حسام البدري والجهاز الفني قوي يعني بكل صراحه حتى وان كان في مشاكل مع اي فصيل لازم نهدى دلوقتي كابتن حسام مسؤول عن منتخب مصر كله صحيح. عمل المطلوب منه حتى وان كانت الكره وحش اعتقد ان حضرتك قبل حضرتك على طول مستر كوبر لعب اسوأ كوره في مصر اعتقد يعني كوره ممتعه صحيح. كوره ممتعه ما كانش عندنا كوره ممتعه خالص بس كنا بنلعب زون ديفنس وبنلعب طويل يا اما على محمد صلاح يا اما على تريزيجيه عن طريق عبد الله السعيد وقدرنا نوصل لنهائي كان في 2017 قدرنا نوصل كاس عالم في 2018 صحيح. بس ما كانتش كوره ممتعه للجمهور ولكنها كوره ايجابيه صحيح صح ولا انا غلطان الغرض بس دلوقتي كابتن حسام وصل انه يروح الكان وقدر ان هو في الماتش ما يخسرش ولا مباراه يكسب 4 وتعادل 2 طب انتوا يعني خفوا الضغوط ما فيش كوره ممتعه بس عايزين نعذره في حاجتين يا كابتن الحاجه الاولانيه ما فيش اي فترات اعداد عملها ما فيش اي فترات انسجام ولا ماتشات وديه الناس هتقول طب ما هو السبب لا السبب ان الدوري كان ملتحم من بعد دوري الكورونا للدوري ده احنا لو عملنا فترات توقف وعملنا ماتشات وديه هو كان يحسب تجمع دولي او اجنده دوليه كان في اكتوبر والكابتن حسام قال لا رفض لا علشان الدوري دوري ما هو ما هو ما هو بيحضر اللعيب بتاعنا عن طريق الدوري برضو صحيح. ماتشات وديه هتنفع انما الانسجام لو حضرتك بصيت للماتش الاولاني بتاع كينيا ما فيش اي نوع من انواع الترابط والانسجام صحيح. بتاتا تيجي تتفرج على الماتش الثاني هنا جزركم في انسجام كبير جدا عشان قعدوا حوالي اسبوع 8 ايام بيتمرنوا مع بعض وكابتن حسام بيتكلم والفكر بيبقى موحد في ضغط على الخصم في اي حته في تحرك بدون كوره في لعب من لمسه ولمسه ولعبه في خلخله الدفاعات بتاعه الخصم كل ده كان موجود الفرقه بتلعب في 40 متر ودي نقطه مهمه جدا ما كانتش موجوده الماتش الاولاني الماتش الاولاني كنا بنلعب 70 متر فكنا متقطعين يا كابتن من ناحيه الوينج ليفت والوينج رايت صحيح. والله بجد
انما الماتش الثاني احنا واقفين على الدايره من هنا وضاغطين من قدام وضاغطين علينا من قدام، فمش عارفين يخترقونا ولا عارفين يلعبوا كره علينا. يمكن ما راحش للشناوي غير كورتين، فده دليل ايجابي ان كل ما يبقى فيه فتره انسجام اطول اعتقد بتبقى بيبقى المنتخب بيظهر بشكل اجمل. في الاخر كابتن حسام وجهازه حقق المطلوب منه، علينا ندعمه بس، لان احنا داخلين على المعمعة الكبرى، عندنا الجابون اول مباراه وبعدين ليبيا ثم انغولا رايح جاي، يعني مباريات صعبه جدا في فترات ضيقه. انت هتلعب شهر 6 شهر 9 شهر 10 وبعدين ترجع تلعب في شهر 11 نوفمبر النوك اوت بالظبط. ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا بس الاول ونطلع اول مجموعه. فانت في فتره 5 شهور يا تصعد كاس عالم ما تصعدش. لو ما دعمتش الجهاز يا عم استنى بعد 5 شهور او الجهاز ده ما صعدش، بقول اللي انت عايزه. انما صبرت اللي فات بقاله سنه ونص ما فيش يعني ماتشات كتير، خلاص فاضل 6 شهور استحملنا من هنا لشهر 11 7 شهور بالظبط استحملنا، ونشوف بعد كده النتيجه نحاسبه عليها. صحيح. انما دلوقتي هنقعد نقول ده حصل واحد واثنين وثلاثه، كلامك لن يجدي. هو بينتقد على المستوى الشخصي اكتر ولا الناس ما بتفرقش او اللي بيطلع يهاجمه دلوقتي؟ والله العظيم والله العظيم اللي يعرفه اكيد كابتن هاني عارف فعلا بيحب الهزار ويحب الضحك. مين؟ انما في الملعب مين اللي بيحب؟ كابتن حسام والله العظيم. كابتن حسام والله دمه خفيف وبيحب الضحك. انا بس ما اعرفوش شخصيا. لا لا هو بيحب، لا لا خلي بالك هو دمه خفيف وبيضحك ويهزر، انطباعات الملعب مختلفه شويه. وبعدين هو خلي بالك من غير ما يحس الناس فاكره ان هو مكشر عن قصد، مش قصد، هو لا غصب عنه غصب عنه، ده شيء طبيعي جدا. فيعني ساعه الشغل ما تاخديش حاجه من حد، فده بيبقى وقت شغله ومضغوط كمان وكل العيون معاك وعليك. أكيد فالدنيا اكيد اكيد. فيعني انا رايي لحد السبع شهور دول ما يعدوا يا كابتن لازم يكون في دعم، ودعم مطلق. بعد كده حاسبوه زي ما انتوا عايزين، ولا انا غلطان؟ لا انا معاك مليون في اللي هي، وكل يعني كل الناس عايزه يشوف منتخبنا في كاس العالم. امم افريقيا بقى احنا متعودين عليها يعني. متعودين عليها. ونفسنا كمان يا كابتن يبقى عند يعني ان شاء الله باذن الله هتوصل ل 22 كاس العالم، هيجي لك ثقه انك لا ده مصر قادره كل اربع سنين تروح كاس عالم، مش كل مثلا بنغيب 20 سنه او 15 سنه. فده كمان للاجيال اللي جايه، عندنا منتخب اولمبي عظيم وممكن ناخد منه 5-6 في كاس العالم اكتر كمان ممكن. يعني بالظبط يعني بصراحه يستحق. صحيح. فطبعا التوالي بتاع وصولك لكاس عالم او التوالي اللي كان بالنسبه لنا احنا صعب ان احنا ما نوصلش، يمكن الفتره بتاعه 2013 ل 2017 دي كانت فتره على مصر كلها يعني على مصر كلها كانت صعبه، انما في العموم احنا بنوصل للكان كل سنتين، ده شيء طبيعي. اللي عايزينه يبقى طبيعي بقى نبقى زي تونس والجزائر والفرق دي، ان احنا كل اربع سنين نروح كاس عالم. لا مش شمال افريقيا، يعني تونس والجزائر يمكن اكتر فرقتين، وكوت ديفوار والكاميرون الفرقه دي ما بتخرجش من كاس العالم. نيجيريا بيعرفوا يوصلوا كاس عالم على طول، يا رب تبقى مصر واحده منهم، لان الوصول ل 2022 خلينا كمان نفكر في 2026 مع وجود المنتخب الاولمبي منتخب الشباب اللي كان مع كابتن ربيع. ده حلم ودافع لكل لاعب اكيد ده. يعني اي حد في الدنيا بيتشرف انه يكون موجود في كاس العالم، مش احنا بس، ده كل بلاد العالم يبقى في شرف ان انت تبقى موجوده في كاس عالم. فاعتقد يعني يا رب يا رب ربنا يوفق كابتن حسام والجهاز الفني ومنتخب مصر كله ان شاء الله. احنا بنشكرك جدا. ميرسي، ربنا يبارك فيك. شرفتنا النهارده. نورتنا دايما بتمتع معاك والله. لا والله بتبقى فقره مميزه وان شاء الله معانا باذن الله. انا مغرورك في اي حته يا كابتن. ان شاء الله بتنورنا دايما كده. خليك شرفتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا. احنا كمان مشاهدينا بنشكركم، ولكن دلوقتي جه ميعادنا وميعاد حضراتكم مع فقره الخط احمر في البيت الكبير مع زمايلنا طبعا محمد فارس واحمد اسامه اللي بينوروا كل يوم ثلاث. اهلا بيك يا سام. اهلا بيكم. واهلا بكابتن هاني واهلا بكابتن احمد فوزي اللي سبق الكل في انه يصيف النهارده. حبيبي يا فارس التوسامه والله منورين الدنيا ودايما بتمتعونا، وهنعمل ايه بقى الدنيا حر. حبيبي ربنا يخليك يا كابتن احمد. طايقين نفسكم ازاي؟ طايقين نفسكم ازاي بالكرافتات دي؟ استمتعنا بيكم والله يا كابتن. ربنا يبارك لك. بالتوفيق جود لك ان شاء الله. كالعاده تبقى فقره مميزه دايما مع خط احمر. احنا اتفقنا يا كابتن هاني ان الثلاثاء في الاهلي خط احمر ثلاثاء عظيم. بالراحه مش شلاليت. بالراحه على شلاليت. كله على الهادي النهارده. كله على الهادي بس بعد الفاصل نرجع والاهلي خط احمر.